مدى مئات السنين على البشر من ميكروبات صغيرة في الحجم كبيرة في التأثير. من أمثلة هذه الميكروبات التيتانوس، الكوليرا، السل الرئوي، الطاعون وغيرها، العشرات العشرات من الأسماء المخيفة. مات ملايين البشر نتيجة لهذه الميكروبات. لم يستطع الطبيب أو المستشفى أن يساعد المريض لعدم وجود علاج شافي أو كافي لهذا الميكروب. كل ما استطاعوا أن يقدموه لهذا المريض مجرد مسكنات وخافضات للحرارة. مع مطلع القرن العشرين وأثناء عمله في مختبره الخاص، استطاع العالم فليمنج أن يكتشف أول المضادات الحيوية وهو البنسلين، هذا المضاد الرائع الذي استطاع أن يقضي على معظم الميكروبات وأن يعيد الأمل بالشفاء إلى الكثير بل الآلاف من المرضى. فليمنج هذا وعلى الرغم من اكتشاف المضاد الحيوي إلا أنه حذر من أنه قد يأتي يوما ما وتصبح هذه المضادات الحيوية بلا فائدة وكأننا نعود إلى العصور السابقة إلى ما قبل اكتشاف المضاد الحيوي. العالم لم يهتم كثيرا بكلام فليمنج عن ظهور سلالات مقاومة للمضادات الحيوية بقدر اهتمامه الكبير بهذا المضاد الرائع، فعمل على تطوير وإنتاج وتحسين مضادات كثيرة. مضت عشرات السنين والآن نقع في المشكلة التي حذر منها العالم فليمنج. هذا المخلوق الصغير المسمى البكتيريا لم يستسلم لعدوه الجديد مع مطلع القرن العشرين البنسلين والمضادات الحيوية الأخرى، فبدأ بتطوير طرق مختلفة لمقاومة هذا المضاد الحيوي. بعد عدة سنوات بسيطة من الزمن ظهر أول الميكروبات المقاومة للبنسلين، ثم مع تقدم السنوات كلما كان يتم إنتاج مضاد حيوي جديد كانت هذه البكتيريا الصغيرة تستطيع أن تقاوم هذا المضاد، لكي تظهر لنا مجموعة جديدة من الطرق في المقاومة. كيف استطاعت هذه البكتيريا أن تؤثر على هذا المضاد؟ طورت هذه البكتيريا طرق مختلفة لمقاومة هذا المضاد، فمنها ما منع دخول المضاد إلى داخلها عبر إغلاق القنوات اللازمة لدخول هذا المضاد، ومنها من سخر من وجود هذا المضاد في داخلها فقامت بطرد هذا المضاد إلى خارجها فيما يعرف بالباب الدوار أو الإفليكس. أما بكتيريا أخرى فقد استطاعت أن تدخل إنزيماتها في معركة مع هذا المضاد الحيوي، فأنتجت إنزيمات قادرة على تحطيم هذا المضاد الحيوي بمجرد دخوله إلى داخلها أو تغيير شكله المعتاد، الشكل الذي يعطي تأثير، لكي تحوله إلى شكل آخر غير مؤثر على الميكروب. أيضا وجدنا أنواع أخرى من البكتيريا لديها نظام آخر، ألا هو أن تغير من شكل المنطقة المستهدفة في داخل البكتيريا بما يعرف بـ changing of the target. آخر الأنظمة التي تستخدمها البكتيريا أو الحيل التي تستخدمها البكتيريا في مقاومة هذا المضاد هو أن تقوم البكتيريا بعمل ما يسمى بالبايباس أو العبور، بحيث أنها تستثني من داخلها الميكانيزم أو الآلية التي يستهدفها المضاد الحيوي وتطور آلية بعيدة عن عمل هذا المضاد، فيصبح هذا المضاد الحيوي غير فعال. ولأنها الأصغر حجما والأقوى فعلا وصاحبة الانقسام السريع جدا، أعلن الميكروب وأعلنت البكتيريا أنها انتصرت من جديد في هذه المعركة، فظهرت لدينا عديد الميكروبات المقاومة، ليس المضاد حيوي واحد ولا اثنان، بل أننا وصلنا اليوم إلى ميكروبات مقاومة 100% للمضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية بدورها حذرت أنه في العام 2050 سنصل إلى 10 مليون حالة وفاة نتيجة لمقاومة المضادات الحيوية. ظهر لدينا سلالات مثل الميتاسيل ريزيستنت ساب أوريس، فانكوميسيل ريزيستنت إنتيروكوكس، إكستنسيف دراج ريزيستنت تي بي وغيرها الكثير من المضادات. المشكلة الأكبر أن أي ميكروب أي بكتيريا تقوم بتكوين مقاومة للمضادات الحيوية لا تحتفظ بهذه المقاومة نفسها فقط، بل أن لديها القدرة على نقل هذه الصفة إلى ميكروبات لم تواجه هذا المضاد مطلقا. الاقتران، التحول والنقل الفيروسي، ثلاثة طرق علمية، ثلاثة طرق طبيعية تقوم من خلالها البكتيريا باكتساب مناعة ضد المضادات
الحيوية من بكتيريا جابهت هذا المضاد سابقا. ظهرت سلالات جديدة، سلالات مقاومة تقريبا لكل أنواع المضادات الحيوية فيما يعرف اليوم بالبان بان دراج ريزيستنس. بعد أن كنا نتحدث على مقاومة المضاد واحد أو اثنين أو ثلاثة، تطور الأمر لكي يظهر لدينا المالتي دراج ريزيستنس ثم الاكستنسيف دراج ريزيستنس، والآن نتكلم على البان دراج ريزيستنس. تكونت لدينا ميكروبات عملاقة، ميكروبات قادرة على أن تقف في وجه كل المضادات الحيوية. ظهر لدينا ما يعرف بال XDR-TB، وهي تي بي مقاومة لمعظم المضادات الحيوية التي تستخدم العلاج هذا الميكروب. ظهر لدينا ما يعرف بالميرسا أو ميتاسيلين ريزيستنس ستاف أوريوس، البانكوسيلين ريزيستنت انتيروكوكس، وغيرها الكثير الكثير من الأمثلة. المشكلة الجديدة التي ظهرت أن الميكروبات لم تكن تشكل خطورة على الإنسان مثل بكتيريا السراشة والإسنتوباكتر، أصبحت تهاجم الإنسان. الميكروبات التي تعايشت لسنوات كبيرة مع جسد هذا الإنسان أصبحت تمثل خطورة. الإنسان وقف عاجزا أمام هذه القوى الخارقة، لا سيما أن قدرته على اكتشاف أو تطوير مضاد حيوي جديد قاربت على الانتهاء خلال الأعوام الأخيرة. وأخيرا تنبهت القوى الكبرى لحجم الجريمة التي ارتكبت على مدى عشرة السنوات لكي تتحرك ولكي تقول كلمتها. ربما ليس دفاعا عن الضمير الإنساني بقدر ما هي دفاعا عن مصالحها الخاصة. على سبيل المثال، ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قال أننا بدون مضادات الحيوية سنعود إلى العهد المظلم من العلاج. أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبق فقد قال بأننا بحاجة إلى تطوير المعرفة لدى الجمهور بعصر المضادات الحيوية وأهمية هذه المضادات الحيوية. منظمة الصحة العالمية التي لا تفتأ أن تعالج القضايا الخاصة بالصحة تطلق في كل عام من شهر نوفمبر أسبوعا كاملا للتعريف بالمضادات الحيوية وأهميتها وكيف يمكن إيقاف سوء استخدام هذه المضادات الحيوية. في دراسة عدتها منظمة الصحة العالمية وشملت 12 بلدا أوروبيا وشارك في هذه الدراسة 10,000 شخص، وجدت الدراسة أن 36% من الأشخاص لا يعلمون شيئا عن مقاومة المضادات الحيوية، فيما الأشخاص الذين يعلمون لا يعرفون كيف يمكنهم أن يوقفوا هذا التدهور في ظهور سلالات مقاومة المضادات الحيوية. 64% من الأشخاص كانوا يروا أن هناك ضرورة لتعاطي المضاد الحيوي في علاج الميكروبات، في علاج الفيروسات كالإنفلونزا، وهذا أمر نحذر منه كثيرا حيث أنه لا يسمح بإعطاء المضاد الحيوي لعلاج الفيروسات. أيضا وجدت الدراسة أن 76% من الأشخاص يرون أن مقاومة المضاد الحيوي لدى الأشخاص تنشأ من تعاطي الشخص نفسه للمضاد الحيوي وليس نتيجة لقدرة الميكروب على تكوين مقاومة للمضاد الحيوي. خلاصة الدراسة أن مستوى الوعي بالمضادات الحيوية واستعمالاتها منخفض مجتمعيا، ولعل أهم التوجيهات التي علينا أن نتحدث بها إلى الجمهور هو عدم تناول المضاد الحيوي بدون وصفة طبية. يستطيع أي شخص أن يدخل إلى الصيدلية بكل بساطة يطلب اسم معين المضاد الحيوي فيصرف له هذا المضاد. هذا أمر مرفوض صحيا. يجب علينا أن نحافظ على التخزين الجيد للمضادات الحيوية. يجب أيضا ألا نسمح للخبراء الذين هم اكتسبوا خبرتهم نتيجة الاحتكاك بالمضاد الحيوي أن يصفوا لنا المضاد الحيوي. يجب ألا نمارس ضغطا على الطبيب لكي يقوم بكتابة المضاد الحيوي للمريض إذا كان هذا المريض ليس بحاجة للمضاد الحيوي. تعليمات بسيطة، غسل الأيدي من أهم الإجراءات التي يجب أن نتخذها للحد من انتقال السلالات المقاومة للمضادات الحيوية بين الأشخاص. ختاما نرى ونؤكد أن الشراكة في المسؤولية تجعل المهمة ممكنة، لذلك علينا أن نتشارك جميعا في الحد من انتشار ظاهرة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. على الوزارات ذات الشأن أن تأخذ دورها، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد، وزارة الزراعة، وزارة الثروة أو سلطة الثروة السمكية، المنظمات الغير حكومية NGOs، الجامعات، المدارس، الجميع يجب أن يساهم مجتمعيا في التعريف والتنويه لهذه الدرجة. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، لا سيما أن المستهدف في هذه الحالة
هو العلاج نفسه. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.